<applause> بسم الله الرحمن الرحيم خوش كبران خوش تفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر جاكين لبن صلاة خود الله بن جارة قادية حتين ودا بو پیش کش کرنا خلقا برنامه برنامه ديگه القرآن ام وكي هر جار دعاش خودت على جيانا ما بدد ديال في قرآن خوش كبرات رزدار والله هكا ما بفيد جيانا ما خوش ببت بلا ام جيانا خوابدين ديال في قرآن تو چجارة جينا هر تشتی که همت احتمال فایده دیدا و خسارت دیدا بس خودی خودی تعالی قران داد به ان الذين یتلون کتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سر يرجون ببت ببت و يرجون یرجون تجاره لن تبور اکسونا قندنا قران یابردواما جاف قندنا جی والمروفی بک بت عمل بت اخلاق کومروف کار پ بک او بردام بخینت حتی قندنا یبت نشی تو وكو عبادات هر حرف بمروفي ابده خيرانه أنت جرا قيامات مروف دي محتاج ايك خير بد بزانا يعني قرآن تو بس بيجي بسم الله الرحمن الرحيم او نوز ذا حرف او صد و نوت خير بمروفي هات نوستيني ما ها او چه كرمة چه خير دي يهني والله مروف چه تشتا جوه دنیا بارنا كتو بچه خوده كو خوده بتري حشم ربي كتو هندي كو قرآن اتجال مروفي بد دعاش خوده كن خوده تعالى وی قرآنی بیکد دل مدا حجی کرنا که دل عیالت مدا و خوشکبرت مدا و دی بابو کسو کارت مدا خوشکبرت رزدار دی چند ناف بابت خدا و هرش مقاصد القرآن مقصد قرآن چنه مبدع قرآن چیه یعنی چی مرم قرآن چتش تشت چل چی المدکه چی نیشمه دا چی پیامن چی که اف آیتت ها پیامن رساله نبومه نبس ام بخوینی بلکه ام تیب گهن

دینی را که چه پیدا بود یعنی بگه تو هزرا حاشا هزرا خوده نکید بجه حاشا هم بجه ما نختم دین نما یعنی ضرورات دینی قرآن نشان مده تو اختی دین نما بی نداره هزر بگه کسی که خوده نبن نزاند چیه فیغمبر نبن قرآن نبد اسلام نبد استغفار نبن نویش نبد حج نبد والله دنیا بوانتشتا خواشه دنیا بمزگفت خواشه دنیا بنویج خواشه دنیا بذکری خواشه دنیا بقرآن خواشه دنیا والله اسلامتی خواشه والله خوشک برات رئیس خد خود تعالی وقت بجوه من خواف مقام ربه جنتان جنتان با رابطه مفسرت بیجن جنتان دو بحشتت هی ایک شون بحشتا دنیای ها بحشتا دنیای جی که بحشتا بحشت دنیا چیه؟ آها اوه اسلامتی ها ذکر ها ایمان ها مزگفت ها حلقه ذکرین ها طاعت خديا. والله اوه بحشت وكي جلك زاهد و گلگ عالم مسلمان گوتی هکر و گوه اف خلق ملحد و ظالم و اوید اوید ملوک و اوید سرکرده و سروک و اوید هکر بزانن امت چه خوشی دانین هکر بزانن امت چه خوشی دانین والله دی شول خواهیلن و دی این شیرا دیش مستین بشیرا دی بجه خودی اللہ تو دی خوشی خوشی دی بحشت تا دیش از اشتاور گرم بحشت دین ولی من خواف مقام ربی جنتان أو لن يأتي بحشطة، لن يأتي بحشطة عوالي دكتور بحشطة الدنيا يا، والله مستحيل يأتي بحشطة آخرته، كو بحشطة خديا وبومل قيامة حاضر كذي خدي برسم قيام بكت. بحشطة الدنيا إيش يا؟ أولا نزيبينا خديا، ذكره وكما قلت، القرآن، دعانا إسلامتيه، هكذا إسلام نبت يعني أولا كو شمقاصد القرآن أهميته و بديو، وضروريته ديني بوجيان القرآن يا دائما. بس برهن دعم في جل جل حش. ديني خابكن چنكي بود بوما ديني ما نيشمات دين د أهميتها ديني يو عليم كيفية التعامل كيفيات الصحيح مع الحياه ديني ما والله همي تستي بوما ريكو بكي هر كتب فقهي هر بوخينن كا خو حدت زلکی بارد داني دانه خارا حتى اني جنو ظلما حتى علاقات الدولي دولي اسلامتي هاته دين هميتش نيش يعني دين يعلمنا كيفية التعامل الصحيح مع الحياة مع الآخرين مع الأب مع الزوجة مع الأم مع يعني جال همية جال ديل جال بابيل جال خشك براد جال إنسانة أتوازي داد جال جنكيل جال جيرانا جال هامى إنسانا فيه عندهم جال خدجي درستت كت جال خالكي جي ريك تخدو درست كد ديني ماني شامد دوت ام عبدينيا خود بتنه خود خوده بتنه هي فيا ما وحسن الظن ما بخوده هبد عبدينيا تشكساناكين عبدينيا مروفاناكين نش تشتكي بسيط ام بعجين ام بطرسين نشن حقية بيجين والا هول مكتاب پا مفصل مفاصل كد يعني باشا پا خوده چا ما خوده تو كيش خوده مهم بيني يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم گله جات بیم اوی ما اوی چتی بیج که تشيا چیه تاش خودت که چیه تو خواب آندی چیه تو پتریش حشویت چتی که هزاری پتریش حشویت چتی که خودت علی ایمان ما قائم بك دینی هاتی ما بك مرو که مفادار بو دورو برا خير الناس من نفع الناس آن انفعهم للناس الناس خودت علی ام دینی هاتی دا بس خیری جهین خالق سعی کن پیغمبره سعی کن یوسفی السلام سعی همی پیغمبرا که چند خیر و منفعت بس هات بین داخل کش نخواشی یه دنیا و یه آخرت رزگار بکن دین چطور جیانه مداد ما که آن چلید که خوشک رزدار بو چی دین قرآن گوتی دین ضروریه نشامه دو که دین ضروریه وید هبت وید اسلامتی جیانه و دین جیانا دو هبت ما گوتی قرآنش مقاصد قرآن گرنگی دینی و ضرورت دینی بو جیانه راست خوش کبرات رزار هست هست که مهین اوه باش و باش الگلمه بن همی کس وکو مروف وکو عقل وکو علم وکو یعنی يعني آه. عقل مروفی فطرت مروفی اما خود تعالی هم واسای چه ام گل حش عدالت اتکین انسان همی همی حش عدالت اتکین فطرت ها انسانی وکو عقل و علم و فهمی تشت خود تعالی هم واسای ام حش عدالت اتکین ام حش رزگرتن اتکین ام حش وعطاء و عطا أم انسان ام حش احسان کین ام حش رحمود و ام حش لیبورین کین عفو ام حش أماناتي کین ام حش صدقي و ام حش اخلاص ام حش علم ام حش وجدان ام حش نظام وقانون مثلا ام حش تعاون تكين آه بس كيف عربيت بيجان راسنا إنسان هميكو فطرة عقلا خدت على مسجد ام حشوان وان كين انسان همي مثلا باش تجيب كوشت بلا هما اسلاماتي قولينا باش هما زونط خالته تبشي مولي كيما جيب السني بتاع داري هما زونط خالته في طراته وعقلي زونط معناه باش نجيب على بيجن لكن عربيت بيجين ان تحب العدل شيء وان تكون عادلا شيء تبجي اصحاش عضلاتي تيم ولا اصحاش كام ملاتي من همي قصر زير بيجين ملتة مهمي همی وان خوش بد اف دره و بو چی دره و چنکی تو حش عدالت بکی خوشی بکی فرق است عادل بيه. چی دی تو عادل والله بس دينا بس اسلامتیه بس ترساش خوده تو عادل ببی نبیشه والله از خلك من همی خوشی دا خلك هميا قصرت زيري زیری و بجین خوده دره كي ایتو عقلا بس شنكي دين او كاس الدين الجال نبت خدم مستحيل او عدالته بكت ترصا خدين الدلي دابت خدم مستحيل عدالته بكت ما قلتي ان تحب العدل شيء وان تكون عادلا شيء اخر دي بتي عدالتك هكا ترصا خدين الدلي دابت ام حاج دزيناكين اه هني كاس مازنجي كاس اي كيجي، مسؤول وزير سرو هني كاس كاس حاج دزي وجندالي ناكل ايه راسم كاس حاج ناكل بس تشتغل تاتي تو جاندالينا كي والله هي كاتر صاخو ديد اللي تاتا تو هينجي هما تو بيجي والله ام ديجي جاندالينا ايري راسا هما عقل وفطرات ود بيجت بوكاس ناجي بيجت والله زقال جاندالينا فانينا بس دي تشيوال تاكي تو ناكي هكا دين افتابت هكا اف دينا جلكاك بت البارتا بت لاشيتا دوبت هينجي مروف جاندالينا اما بدافي هما عقل فطرات تو بيجي أو تنشوا وصمروي قانع بك اه دكانغي دي وكي دينت وجتا ان تحب الرحمه شيء وان تكون رحيما شيء اخر توجد حصد الوفاني رحمتكم عقلة فطرتها هما هيك از زانن بس اسلام ديوالتك الرحيم بي ترصا خده ديوالتك دي به بي دينت دلتا دوت وجودان وايمان الدلتا دوت الرحيم ان تحب الكرم شيء وان تكون كريما شيء اخر توجد حش مردني يعني كرمتكم عطائتكم او تشتكى و تو كريم و بتشتكى تشتكى چي كريم به اي زنگين اي همي اي مظن اي منصب الدسوة دا چي كريم بي الله ما قو فطرات و عقل علم درست توجد بجد أم حش مردنيتكين بس خودت تو ناكي يا يا جلي زنگينا حتی ایمان آتا نم نمکن بد کاچا وقتی تو پاره که صد دلاره که صد هزار که تو که دست فقید که دا کیفایی و ده جاری کیفاتا پتر بید ایمان آتا ولتا که کیفاتا بید آشنی که تو دی کرامت و که وکی مردینی زانه همه تو بیشن حش وکی بیشن مردینیت کین ایده چی ولتا که تو مردینیت که اسلام ایمان یعنی کی مگوید انتو بود آه آه الكرم شيء وأن تكون كريما شيء آخر أن تحب الإحسان شيء تبقى حاج تحب يا ما كأس حاج باشيت كأس نين حج بس وأن تكون محسنا شيء آخر تبقى محسن به تبقى شاك ساز به إصلاحي به مصلح به تشتكي ديا چه دي تو مصلح به و تو باش به بكي إسلامه إيمانه أو دينه ترصاش خديها قد دليت هذا بلي بجا طبعا حتى دومايك تو بجاس حش مرويد مخلصة أفيد جدل جدل سوزي شولي إتقانة شولي دات كت إهمي كاس حاجة كن مرود شولي خد درس بكت بس ده شو مكت أز درس درس خوا مثلا بولي دات صابت دات بيجم إيمانا منه وجدانا منه ترصا خديها هما از والله ولی اول همیشه از حس كن درس شول بیت أو اوه مهندسی شولیت درس عمارة آفة كده درست في شارع إيش كده نبش تبوري نشش هاي وصالة كده خرابة بد يان يعني دكتور خاستيش إيش خافة كده تبي جالس حس كم درس شو البيت كرني وتب خانة شو الماء كده أم درس بكين إيمانة وترصا ش خدي أم إخلاصه وحتى دمائك يعني كاس حاجة لازم كن بس يعني أن تحب الصدق شيء وأن تكون صادقا شيء آخر چه تشت دیوال ما راستي راستیه بیچن دراو نکین چون کیم زانی دراو دشمنی خودیه دراو نشان منافق منافقانن <متحدث> چه دیوال تا که تو آمین به اسلامتیه ها اولی از ديني دینی بوده بله خش کرد رضای خدا تعالی آیات کوکران در بچه الله ها فی ما به بت صبغ صبغه کجاس صبغ یعنی همون تشت که صبغ کریم همال جله ملازمیه یعنی تو شیفی رنگی مثلا صور بیک کسی جله يبيه غيردايا تناش جيف جيف كي يصبغه هذا الدين ولا ما بكت هذا الدين ده دي وانت شتال ما بيدا كت يعني صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة دينا أكتر تجلك ديني كير برخوا أم بيني تهمي جوا المزجفتة أم بيني تجيت حلقة ذكريدة أم بيني تو القرآن تخونه أم بيني مشروع ديني وإسلامي ودزجهت قرآنه ورخراود خيري اوانا اواني شانو دين ها هينج تجلكي ديني كبير دين ديوالتا كت تو روزغو به و امين به و صادق به و مخلص به و محسن به و حتى دمهكي بوچي دين ضرورة قرآنش ما قصدت قرآنه چنكي دين بيجت ما اعديلو اعديلو بس عندك دست و عندك كلمه بشي چنكي دين ما بشد عداله بيكن امر ما يكري و امر وجوبه دين ما ولا تعتدوا تعداليه حق ولا تعثوا في الارض مفسدين دين بجد ما بو شي افساد نبن مفسد افساد أخرى بقرية عديدة دا بوشي دين مهمه چونك دين بيجد ما ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون خوده خوشکبرایت رضادار وختې از راستي کې نه بيژم از حقيقت کې نه بيژم او اس, اس, اس ملاقي کې بکمو کسكي يان هرڅ شي والله دلم شهدايدي دلم په خپل وجود از مننه خوده ته دروښت کې خوده ته خوژي ځانه نه واسانه دل ها دل کی دل خلعتي قابل نه کې استفت قلبي بوس وخت ته حقې نه بيژي ته ځانه حقيحات تو ښونه حقي حقي غري چې پیغمبر سلام الله عليه وسلم وختې کوتي يمس قال زراي كبر دلي دبت

خوددلة الزاند دستوي نه نهاية الأخيرة دستوي نه أمناتية يعني مرور الزاند دلنا مروره شهادة جديدة. هما تويد درا وكتعذاريك الخاتكشبر هندك برتالا ك الدنيا هي كيم جبتشiamo بيجين دين، لأن الدين بجد هشيار بن ولا تكتب الحق بالباطل. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتب الحق هن حق فشرا. آه وأنتم تعلمون بس هن زانجى. خوددلة الزاند شدش حقا. ولا تمشي في الارض مرحا خذ تعالى يا جماعه فخ, فخ و هو دي خاصه سالي ولا تمشي في الارض مرحا خدي تعالى يا جماعه يغضوا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن شوف تخش حراميه قرآن يا جماعه شبان هندي قران دين يا واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم وقتها سوزاك دا سوزيت خوب سوزنخا پیمان و عفو الكيل اذا قتلتم وقتين كشان و بيوانت كن درس بكن حق دين ونشمد و عفو بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام كونوا قوامين بالقسط تراصا موازنه بس عدالت بكن دين ونشمد كرتي و كما قلت مقاصد القران اهميتها ديني بومد بشد دين جيانا ما حركات حركاتت مهمه كت دين يعني جيانا ما ضبطت كتب ريكو وبيك تترى كتأخذ يعني هر حركة كان بيكين دين وحركة بوما ضبطت كنالت أمش حد يخا درباز ببين شوانا أنا دين يضبط نظراتنا حتى خواه برا خدانا مجدي دين يعني وكت بيجت حدك بو دينت ما تشتت شت فيات الصحكيه

صباي نبرين هاي فيدي وقت جلگ بد كيم بد هرد شد كلو آتين قريب هما خداينا پشتی پینجی سال دی خلاص هما و اه اكي عزو تو بینام جحي بینام ات پیر بی حقا پیر مثلا خداينا پینجی سال دی پشتی شه الدنيا ما یاد يعني دبو چی سرا اف جيانا کرد دلی وقا کرد دش ما بلا ام يعني وكيد بيجي خودش خانا سر حسابا ان يعني معصيات خودش بکین وإطاعة مخلوقك مخلوق که کن سر حسابا دین خود ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يعني خوان نظرتت ما بما ضبطت كب ولا حتى قهت ما خد تعالى ولا تجسسوا تجسس انك كشان ذا زحف به في هي جاتا امنيات فلان تجسس تجسس الجيت خيري مثلا بيت كيرني ولا تجسسوا سارقوا دون تجسسين. لكن. يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الذين إيه يستمعون القول. روساتي جالاتشتا قولي بي، جالاتشتا دبيني. خاص في أختي دس سمادا. الذين يستمعون القول بس فيتبعون أحسنه أحسن. يا شامية درستر يا شامية بوشتر يا شامية حقر. دي فوي هرن. بروتي جالاتشتا بس تدي دي اللي تدري بجاه تشتا والله تشتا شميع حق ترى يضبط الفاظنا خل لفظت ما نظرات ما جهت ما لفظ ما دين ما بما يعني وكيد بيجن ريك تاخد ضبطت كده ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد خدت على جنين لفظك شو دارت كده الا تنفسين السبع هذا دين ما مديه هزريكينكو اختنا خلت جدا بما دارت

صالحه للحياه فجا بقدر استسلامك للدين هندي تو بتر تسليمي امر تخد نهي تخد تسليم ديني بك دي عقيده ما بتر يصحح عقيدتنا عقيده ما دي بتر بد اخلاقي ما سلوكي ما دي بتر درس بد دين اداره سلوكي ما دي دين ما تبارزت. وازع كي داخلي نهج رادع داخلي نهج جاي أبو نبو ما وازع داخلي ايمان والمتك دين والمتك كو سلوكيت م بكيت سلوك من همي أخلاقي من قال خالكي باش بد بلي خش أف ماي دفي اياتت دماهي كيني خود تعالى بجد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن الماء. جاري كلمه زين زين للناس يعني خد تعالى يا كلي فطرة الدليح إنسانه إنسان هذا ما من إنسان على وجه الأرض إلا وقد أودعت فيه هذه الشهوات خد عندك رغبات وعندك شهوات فطري يعني بصرمان ولا بصرمان هميا يتكلم أكيد بيجن داروني هركس أكيد أفرغ رغبات فطرية والدوافع الفطرية تكلين بيدين ما دوافع الشهوات، الشهوات فجأة شيء مالي بد، يا رجعي بد، اكودو يا شولي بت يا عيالي بت يا جي خانى برفره بت يا مركب وسيارة خوش بد، يا هر تشتكي دي ناف مالي بد، تعالى يا دايمة الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان مجموعة من الشهوات لحكمة كبيرة. باشا برامبر وان رغبتا خود تعالى نه ما ريكل ما جرتا نه إسلامتي نه ما جردت ما حفظت كده نه ما تنظيمت كده تشته خود حرام كده أو تنظيم كده نه ده حد بورين إسلام دين فرقية تخلناه بينا تفلت وحرية دا. تو آزادة بس نه تفلت سر حساب الخلق أصلا من ترافيك سورو أصلا ليه مثلا أفا سر سريع حاشا ونه حرية بنمونا يعني يجد برامباً وان رغباته دا وفا هندك ضوابط هبن دا وان رغبات شهواتا ريكت خلط وبظلمه ترنكين او رغباته خود فطري دائما. امه بس زو يينة خوش كبرات رزدار، افت عربي دا شهر ازا زو يينة امش مثلاً يعني مبني للمجهولة باشا كيك كشخا كرنه ما جو فطراته خده يا دا باشا زين للناس حب الشهوات من النساء أبكي مجهول مجهول إمام عمر خد تعالى جرازي بجد زين بجد فاعل خدية زين الله بجد خدية بس كنجي خدية بجد فاعل بجد أجر أف رقابات بريكا حلالي بيتا تيركرن دليل إمام عمر خد تعالى جرازي بجد شيكو أف زينة مجهولة بجد خدية نكو حاشا مثلا الشيطان بجد خديها بما يدوي دايماً كي بجد اف هي انا جعلنا ما على الارض خد تعالى بجد انا جعلنا سورة الكاف انا جعلنا ما على الارض زينة لها خد تعالى بجد ما تشتل سر عردي بواكري خمل جواني خد تعالى بجد ما هي خمل جواني بوتشا لنبلوهم ايهم احسن عملا خلق ابو ريما قوت بو هنديا دا خودم ما بيجرب بنتش، شنكي حتى خودم ما أمنان جربن دري مستحيلن بتشن بحشتى. ولقد حسب الناس أيترك وإن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الذي خلق الموت والحياة ليبلواكم أيكم أحسن عملا إن كنا مبتلين تتجيء تجلق آتيهم كأم يتحت المبتلى كيرني يعني امتحانا كيرني دفيد دنيا ده. حتى أملا امتحانا كيرني يعني مستحيلن بتشن بحشتى. بس قال الحسن حسنت بجنا زينت بجد الشيطانة. چه امام عاری امام عمر گفت خدا دلیلی بی گفت کی فطرت دائما او اف آیات این ما على <applause> الأرض زينة تلا اف دلیل اینا هک برکا حلال اف شهوات و رغبتا با چه حسن بجش شیطانه بجش اگر اف رغبتا نبرکا شریعتی نبرکا كمشروع مشروع حرامي حرامی ها تیر <applause> کردن هنگی شیطانه بوده جوانت کرد چنکی

زنايا يا فاحشيا، بس بصرمان دو جارة فايدة يا ايك ريكا جن اينان خوش حرامي پاراست ريكا حلال دو يا دو يا خواه بينيزي خود كر وكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجد وفي بيضعي أحدكم صدقة يعني خواه توب چين نوينة جنكا بوتا يا من عجب يدي يا رسول الله. أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يعني هم تشيني فينا جنين بخوا بخوا شيخوا تشين تشاد أجر بما إذن في السيني في غنبالي قد أرأيتم لو وضع في حرام ها هكا تكير بات حرام إذا يعني بسترمان دجرة فايدة إيك بريكا الشرعي أو زواجة بيكينا دو خوش حرامي بارس كو كا تشوا قناهاويت فاحشي وزنا وحرامي دو قناهاويت كان مازنا وجا هندي بيكونا هي بوتا وجا بلي مال مثلا مال

خواهی هم بلندترین پلاب مالی تجارت بوده حلال کرد تو دو جارا فایده یک توی خیراب که مزگفت آپیشید که خسته و نخوش خانه آپیشید که مدرسه آپیشید که خیر و خیرات آپید که فقیر است دربازد در که تو فقیره کی در کی. حدیث چند حدیث و که در که حدیث شد حدیث آیات نه کا خیراب چند صدان همچنین هیوا ام سال تو اعتیقاف بکه سال و ده سال یعنی گله فرموده تین بحث خیرا صدقت کرد اواتی گاشه بریم تریم پلا خود ریکا بوده وکی تمال درسته تجارتی که خیرا بیم که بس ریکا دیگی کافر دو جارا خسارتا یا ایکی مو... یادی برای هنگی مگوتی فاحشه مثلا پر ریکا که خلط به امری خودی که اواتی پر ریبای مثلا مالی ریبا آم گندالی آن هر تشتا که هبد بله خوشکبرات رزدار وقتی ما اگر کاد اکر خود حس کد خلکابه به دهر بحث هندیکین تمامی که دین چند ضرورت ابو چون که هکه دین نمیتو اکی ما گویتی خلاص ام دنیا دا ام دیگه وین جهنم دا شبری آخرتی که دی جیان گل جالا گلک نخواش بید دعاش خودت که خودت تعالی ایمان ما قایم بکد و دینیش مناس ایمانش مناس دیند من مکم بکد سر اسلام و رکا درست و قرآن و پیروز البردل شریم بکد حتی خلقا بید بمین بین چاو دیر و السلام علیکم و رحمت الله و برکات